الرحيم في القسم الجزء السادس القسم الثاني من كيفية الاستثمار الأفضل لجهاز المرفق الصوتية سنتحدث عن الجري ماب أي الفرق أو الخرائط التدرج الرمادي الموجودة في الجهاز. نلاحظ هنا أن الخرائط هذه تختلف من هذه الخريطة ولتكون رقم 4 عن الخريطة رقم 6. الفرق بين هذه الخريطة وهذه الخريطة هي توزع أو آلية توزع السويات الرمادية في الخريطة. أيضا لدينا كورسر سايز، زر التحكم كورسر سايز عند فحص أوعية الجهاز أوعية صغيرة فإن حجم المؤشر يجب أن يبقى كبيرا لتأكد من أن تم التقاط كل الأوعية الدقيقة. عند فحص الأوعية الكبيرة فإن حجم المؤشر يجب أن يكون أصغر وعينات سرعة تؤخذ من أجل القياس يجب أن يتم بمنتصف الأوعية. لاحظ هنا القياس، لاحظ أهمية زاوية دوبلر، إن تغيير مجرد تغيير الزاوية هنا إلى 50 أصبحت السرعة حوالي 113. عند تغيير الزاوية هنا 30 إلى 30 أصبحت السرعة 81. فيجب التأكد من أن السرعة صحيحة وهي متوافقة، فهنا الجريان صحيح لأن الزاوية مع الجريان، فالقيمة الصحيحة والحقيقية هي 113. إشارة قلب دوبلر، نلاحظ أنه يمكن قلب إشارة دوبلر من أن تكون إيجابية إلى سلبية، ويتم وضع كلمة invert للتأكد أن هذه إشارة سلبية ولكن إيجابية ولكنها مقلوبة. فلتر الجدارية، بسبب وجود احتكاك الدم مع جدران الأوعية فإنه يتم خفض السرعة عند الجدران وتكون هذه السرعة غير حقيقية، لذلك ما يتطلب منا فلترتها. نلاحظ أن هنا الفلتر غير هنا هذا النويز هذا الضجيج تم فلترته هنا وهذه إشارة حقيقية. زر التحكم بالزاوية كما تحدثنا قبل قليل أن تغيير الزاوية فقط يغير السرعة، على سبيل المثال إذا كانت الزاوية 60 تكون السرعة 1 متر أو 1.7 إذا كان 30 وإذا كان 10 1.9، فهذا الفرق. يجب أن تكون الزاوية موافقة للجريان، خط الزاوية يكون موافق للجريان وإلا فإن قيمة الزاوية غير صحيحة. أيضا لدينا أنماط دوبلكس. دوبلكس تكون مجرد خريطة 2D صورة 2D مع طيف دوبلر دون وجود كلر، أما في حال وجود كلر فيصبح التريبليكس. هاي بي ار اف هي تقنية تستخدم مع البلس ويف فقط، حيث أنها لا تنتظر من أجل نبضة واحدة لتعود إلى الروم قبل أن ترسل نبضة ثانية، فهي ترسل النبضة الأولى ثم ترسل النبضة الثانية ثم ترسل النبضة الثالثة وتستعيدها جميعا مع بعض، مما يؤدي إلى حصول على سرعة مضاعفة تقريبا للسرعة الحقيقية. يمكن التعرف عليها بالشكل بوجود خطين مثلثين خطين يعني أو نافذتين إضافيتين للنافذة الأساسية هذه، مما يزيد من سرعة القياس ويصبح السكيل أعلى بمرتين تقريبا.